Okay guys, so today we're talking Arabic and just talking Arabic and Murder Mystery 2. So the translation will be in this video. So yeah. Lawi, Habib Galbi, Abu Hussein. Huh? Sure? Oh, Macri! شخصيته وايد حلو الصراحة. Yes, wait. هو جيتار والله غي. أبش الله. نعم 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 نعم. أوكي. خلاص خلاص. تبونس عصابة البيض. في تمكي تبغى العب الكره بس بس كيف لا اوكي يز اوكي الله كما puede ser posible hermana concha vaya la bestiaña wey cayendo el gringo anda bien castrocito شكرا كردito ما فهمت I'm sorry, I don't lo tengo escolar. ها الحمار طلقني ها طلقني بسلاح افضل ما شاء الله مياو طب هو انسنت والله اذبحه وينه وينه وين القصير هذا اها خيبه احا والله ذبحته وينها؟ الله بس يا رب انا المردر مره ثانيه مردر احس بصير منه اوه خيبه ايه الكوره اعطيني اياها الكوره يلا اخر راوند بنخلص شاب بليز تيرو تو سكولار شاب كنا سبيته بس بالمكسيكي او اسباني او ما اعرف والله Not sorry, meet this audio bitches. Yeah, that is accurate. Gucci my body, I'm gonna put it gravity. I'm gonna put it gravity.